وهي هالفترة عم بتصور لفيديو كليب جديد مع ابن خيا كرم كرم، بس مش أغنية ياهو اللي نزلتها الأسبوع الماضي. ومن وقتها نجوى شغلت السوشيال ميديا، في ناس كتير حبوا الأغنية وتفاعلوا معاها، لكن في ناس كتار كمان انتقدوها. الفن ذوق، وأنا بحترم كل الأذواق. يجوز إنه جد ما حبوا الغنية، وأنا بحترم هذا الشيء. في أغاني لكبار الفنانين والفنانات ما نحبوا من قبل الناس، مش معناتها الأغنية ما ضربت. هذا رد نجوى كرم على الجدل اللي صار بعد إصدارها أغنية ياهو، واللي حاولت من خلالها إنها تقدم اللون اللي نجحت فيه بالسابق. فالميلودي الموجودة بهالأغنية بتذكرنا بأغنية عاشقة سمراني اللي أصدرتها عام 2001 وحققت من خلالها نجاح كتير كبير. عاشقة سمراني صداني ورماني عاغفلي والله جني. الناس عبالة التجديد، لأنه بيضلوا يقولوا لك أنه غني مثل زمان، نجد نغني مثل زمان، بيقول هاي هي نجوى كرم. وبعض النقاد والصحفيين شافوا أنه نجوى ما قدمت أي شيء جديد، وأنها مش قادرة تطلع من ستايل اللون الواحد. ما كان في نقد أنه على صعيد اللحن والكلام، ما إذا على صعيد اللحن والكلام نحن بنعرف نجاوب، بس اللي عم يطرد ما بيعرف أكثر منا. بالمقابل حصلت نجوى على دعم أصدقائها بالوسط الفني، منهم كاتب الأغنية نزار فرانسيس اللي هاجم كل اللي انتقدوا الأغنية. كمان الفانز تفاعلوا كتير معها، وهالشي كان واضح من الفيديوهات اللي نشرتها نجوى على إنستغرام. وأنا بقول إنه ربي مسخر لي صوتي لخدمة الفرحة إذا بقدر وصلها للناس. الفنان لازم يفهم إنه رسالته مش يزقفوا له بس الناس، يقدر يفرحهم، يفوت الفرحة لقلوبهم. والأغنية قدرت تحقق على أنغامي أكثر من 500,000 بلايز وأكثر من 10,000 لايكس بيومين فقط. واللي ما وصلت له الرسالة بيكون هو مسكر قلبه أو ما قدرت وصلت له إياه.